انتقلت إلى رحمة الله، توفت زوجته، هذا الموت حق يعني، كلتنا على هذا الطريق. انتقلت المتوفية من المستشفى ابن الزهر اللي هي ملاصقة المستشفى ابن الخطيب، يعني هذيك بيها مدير ابن الزهر وبيها معاون إداري وبيها كادر طبي وبيها مستلزمات مستشفى وبيها ثلاجة. ودوها هناك مستشفى ابن الزهر، حاطينها على سدية، كلها يعني ما موجود. أنا يعني من توفيت أنا ما أقدر أبقى بالمستشفى، ما أتحمل، طلعت خارج المستشفى أنتظر الجنازة حتى أروح أقوم بمجلس العزاء يعني أدفنها، مراسم الدفن. هنا حطوها بالعسدية على بالساحة، ساحة مفتوحة. جاي شخص يريد ياخذ صورة إله، ابني علي هو أصغر واحد يعني أصغر من سيف. قال لي على أي أساس تأخذ لها صورة؟ جي شخص منك لابس بنطلون كابوي وتيشيرت أسود وشايل ويا أوراق، يهز بدية ويطلع كلمات استفزازية حكي، وموجود أيضا بالتصوير. التصوير مو مع المستشفى ابن الخطيب، التصوير مع المستشفى ابن الزهر. لا لا لا، مستشفى ابن الزهر. زين يصيح ويتهجم عليهم، ما ننطي الجنازة إلا نأخذ لها صورة. زين يعني المفروض يسوون لي شو بدهم يسوون؟ سووا يعني من الالفاظ اللي استفزازيه اللي يستفز. انا ذوي المتوفيه، انا زوجها، المفروض ياخذون موافقتي. يقولوا يابا اكو هيك سيناريو، وهي ماكو السيناريو هذا، ماكو. واذا يريد يسوون المفروض ياخذوا لها صوره ويقومون بكامل الامور اللوجستيه اللي خاصه بالدفن بالداخل وليس بالعراء بالساحة المفتوحة وأمام أنظار الناس. فضرب ضرب ابني بوكس، وموجود أيضا بالتصوير، ضرب لكمة. صارت المشاجرة، صارت هاي الهوسة بالفيلم وهذول يركضون، هاي كلها في وازيع، أنا كلها ما موجود. رحت المدير مستشفى ابن الخطيب دكتور جعفر، قال جو وياي عمامي شيوخ، فقالوا قال لهم ما تأخذون الجنازة إلا تأخذون عطوة من هذا الشخص اللي هو طلع معاون اداري مستشفى ابن الخطيب، اللي هو لا اسمه باللجنه مال التعفير ولا اسمه بمستشفى ابن الزهر ولا ينتسب المستشفى ابن الزهر، هو مستشفى ابن الخطيب ما له اي دور، وهو اداري وعمليه التعفير والامور اللوجستيه اللي خاصه بالدفن هي فنيه بحته. أنا أطلب من كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن لا يكونون ناقلين لأخبار غير دقيقة. هناك مواقع رسمية، وزارة الدفاع تمتلك العديد من المواقع الرسمية، وما وجه به السيد معالي وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم دائما أن ننقل الحقيقة بصدق وبشفافية.